مدينة بنغازي يوم أمس 13 حالة اغتيال، واعترف أفرادها بوقوفهم وراء بعض عمليات الاغتيال في مدينة بنغازي. نقول لا للإرهاب، لا للقتل، لا للعنف، لا للاحتكام إلى السلاح، لا للمزايدة بالدين. ضابطا من قوات الصاعقة نجا من محاولة اغتيال. اغتيال جديد في مدينة بنغازي يضاف لما يقارب 70 اغتيالا. إنهما الناشطان المدنيان توفيق بن سعود وسامي الكوافي. يقفوا مع إخوانهم في مجلس شورى بنغازي لدفع الظالمين، وهذا عدو صائل.